استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما قدم شكره لاهتمام المجلس ودعمه للعراق وشعبه وحكومته. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء عن عبد المهدي قولها أن تضحية العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود العمارة. من جهتهم أشاد أعضاء مجلس الأمن بسياسة الحكومة العراقية المتوازنة وعلاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي والدولي، فيما قال برلمانيون أن زيارة الوفد الأممي مخصصة أيضا لتعديل قرارات العقوبات والتعويضات التي تم اتخاذها قبل 2003.